من كتر بساطتنا احنا بنحاول نفرح باشياء كتير بسيطه. ست عبد عملت هاي بايديها، فعملت هدول لتوزعهم بالعرس، هدول لتوزعهم بالحنة على اهلي قرايبي، اللي هي عباره عن بساطتنا، علم فلسطين بمسبحه فلسطينيه من ايدين ختياره اكبر من دوله الاحتلال. هيك احنا بنفرح، بتعني لي حب، بتعني لي صمود. قديش انه حدا بيهتم في ابن ابنه بشكل كثير عالي، فمع كبرها ومع تعبها ومع كل هاي الامور قعدت لساعات وهي تعمل في هدول بس لاهلي. قديش هي بتحاول تطلع الفرحه، بتعني لي كثير اشياء. صعب اني احكي لك شو بتعني لي يعني بكل بساطه. انا ربا نجيب فراج من مخيم دهيشة، صبيه من هالمخيم. حافه جاي عندي عشان تنقل قصه من هالقصص الموجوده في كل دار فلسطينيه، تنقل قصه العرس اللي ما تم بسبب الاحتلال الاسرائيلي. انا مش اول بنت فلسطينيه، في كثير بنات فقدوا عريسهم، يا استشهد يا انسجن بنفس اللحظه يا ثاني يوم اخذوه، فانا واحده منهم. قبل العرس بيوم تم اعتقال عبد القادر عشان بس يوقفوا هذا العرس اللي هو بالنسبة لي زي ما أنا نزلت يحمل روح فلسطينية. إحنا كنا عم نحضر لكل تفاصيل للعرس، طبعاً تم تأجيل الخطبة قبل بسبب اعتقال أخوي وتحقيق، وأنا ما كنت قادرة أدخل في حفلة الخطبة وهاي التفاصيل والفرحة بسبب أخوي بالتحقيق. فانتقلنا للجزء الثاني اللي هو العرس بأسرع وقت. فلما انتقلنا بأسرع وقت للعرس حطينا بشهر 10، من شهر 4 لشهر 10، فقعدنا نرتب بكل التفاصيل. نكلت شغلي، نكلت حياتي كلها على رام الله، وبلشت من هون، بلشت من هون لأني استنى للعرس هذا. طبعا قامت الحرب فما كنا قادرين نعمل الحنة ب 19، صرنا بدنا نعمل على الإشي على السكات زي ما حكيت لكم هالمرة. كان النقاش العائلي إنه أمي بتحكي لي كان في الانتفاضة كنا ننكرهن في سيارات الإسعاف، عادي بننكرك في سيارة إسعاف بكل بساطة. يعني الفكرة المهمة إنه إحنا نعمل هذا العرس، وصرنا مجهزين للغداء. وبزبطش إنه إحنا نحكي يعني نوقف الغداء الفلسطيني، أنت بتعرف كيف. فقلنا خلص، أنا يوم السبت بنزل، يعني هو أصر عبد إنه يجي ياخذني، كان مصر إنه يجي ياخذني يوم السبت. فقلت خلص أنت بتيجي بتاخذني وبننزل أنا وياك على نعلين وبنعمل الحفلة مع كم حدا من أهلي، يعني بس أمي وأبوي وجوز أختي، وحتى ما بدي حدا ثاني يعني، لأنه كان في وضع خطير. دخلوا طبعا الخميس، حاولوا ياخذوا عبد مالك، فاستنفروا استنفروا وفكروا، يعني حسسوني إنه هو مطارد له 30 ساعة يعني. إلا على الوحدة ونص بعرف إنه المخابرات رنوا على أبوي، وبلش في تهديدات انه ممنوع هذا العرس يتم. قال له فيش عرس، انا في حرب، بتنزل تم ابطال العرس، مش انت صحفي؟ نزل هيك، وسكر في وجهه بالتليفون. صار التنكيد علينا بانه اعتقلوا عبد يوم الجمعه اللي هو يوم الغداء. لما ودعني هان كانت صعبه علي. هون توجعت بصراحه. وضع الاسرى صعب، هم صامدين وقوية وبنخافش عليهم، هم كدعان، احنا عارفين هذا الحكي، بس الوضع صعب. هلا قديش رح يكون الوضع صعب للأسرى؟ يعني بدنا نتحمل بالنهاية للقضية ثمن، وهيك وضع الأسرى. بس الحمد لله، يعني دائما بنحكي احنا الحمد لله. شو ما يكون وضع الأسرى، شو ما يكون شيء، عزيمتهم أقوى منهم وأقوى من الاحتلال الغاشم. بالنهاية احنا ريحة تراب فلسطين، أول ما تمطر الدنيا نشم ريحة فلسطين ترابها، هم ما بيعرفوها، احنا اللي بنعرفها. كيلو اشتكنا لك، انا عارف انك قوي وعارف انك شجاع وعارف انه مش فارق معك كل الموضوع. هلا اكيد من جواته كلكان ما تكلك، الوضع زي ما تركته ممتاز. واحنا اقوياء، وكل بس مشتاق لك وبستنى فيك وضحكاتك تعب المكان. كنت دائما من انا صغيره ومن انا طفله في المدرسه احكي احنا ولدنا شهداء، يعني احنا بنولد في هاي القضيه الفلسطينيه، ممكن يوم من الايام نستشهد، ممكن اولادنا يستشهدوا. احنا كلنا، كل بنت فلسطينيه ما عمرها كانت متخيله حالها انه ممكن تكون ام فلسطين، ام شهيد او ام اسير، بس اليوم هينا بنعيشها، او زوجة اسير. انا عمري ما كنت متوقع اني اخذ حدا ممكن ينسجن وفي يوم عرسي، يعني كنت ممكن احكي انه ممكن ينسجن، بس يوم عرسي ما كنت متخيله. يعني بفتره الوضع هذا كله اللي انا عايشيته حاليا مع الحرب ومع هذه الامور،
جد قلوبنا متألمة. يعني طلع على الأسرة، إحنا كلنا ساعة بنحكي عن الأسرة، تمام، قضية الأسرة وهي كل الأمور، وحكينا عنها بتفاصيلها، جد مؤلم وهي قضية أساسية. اليوم كاميراتنا لازم تروح لغزة أكتر، كلامنا لازم يكون لغزة أكتر. يعني كل حرب كنت أحكي اللي عاشوها غير، في 2014 غير، بس هاي فصلتني. يعني أنا أيام ما زعلتش عابد، كنت زعلت على غزة، لأنه هاي الحرب إبادة، فعلاً إبادة، ما خلوا لا مكان حلو. حي الرمال، أمي يعني كنت يحكوا لي عنه، كنت أحلم فيه إني أزور غزة، كان حلمي إني أزور غزة يوم من الأيام. حي الرمال راح دمر. يعني هذا كل الحكي عن جد، يعني إحنا نتمنى إنه الحرب هاي، الإبادة هاي تنتهي.